خلاص انت محاسي الواحد ما عارف يرد جمالك ازاي. جمال ايه يا سي ابراهيم؟ ما تقولش كده، امال بسلامه مصطفى فين؟ لسه مدخل ونام دلوقتي حالا. نوم العوافي يا رب. بقول لك ايه، اخده ينام عندي عشان تنام انت براحتك. لا والحمد لله نام، مش عايزين نتعبك يا ست محاسن. لا يا اخويا تعبك راحه. مالك بس يا سي ابراهيم، مالك زهقان كده؟ زهقان وطهقان ومهدود على الاخر يا ست محاسن باللي حصل. يا حول الله يا رب. طبعا، ما انت طول النهار بتبرم في البلد بتلف وتدور عليهم، وتلاقيك من صباحة ربنا ما دقتش طعم الزاد. والله من امبارح يا ست محاسن، ومين بس له نفسي ياكل بعد اللي حصل؟ لا لا يا سي ابراهيم، بص لروحك، ده انت لو بعد الشر وقعت من طولك محدش هينفعك، ومصطفى عايزك يا اخويا، ده ملوش غيرك. على رأيك هيبقى لا ام ولا اب كمان؟ الشر بره وبعيد، ما تقولش كده يا اخويا، ربنا يخليك لي ويتربى في حضنك وفي عزك ويهديك يا دنيا وترجع بالسلامة. الله لا يسيئك يا ست محاسن، ما تجيبي لي سيرتها تاني. حاضر حاضر يا اخويا، انا بس بقول كده عشان خاطر مصطفى، ما هو برضو ضناها. يمين بالله اللي حصل ده رحمة بالواد، عشان يتربى احسن بعيد عنها. ربنا يصلح الحال ويعمل اللي فيه الخير. انت بقى تاكل لقمة كده وتدخل تستريح، وان شاء الله هتقوم زي الفل، تصبح على الف خير. تمنى الخير يا ست محاسن. سلام يا اخويا. كتر الف خيرك يا ست محاسن. تسلم يا سي ابراهيم، ودك بعافية. الله يعافيك. اقفلي على نفسك كويس يا ست محاسن. حاضر يا اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا واد نقعد هنا نستريح شوية، لحسن انا خلاص رجلي فقفقت. بس معانا الدواء يا جميل. معاك حق يا ولا، ده دواء لكل علة. انا مش مصدقة ابدا ان انا ماشية كده وفي ايدي الفلوس دي كلها. يا خوف يا واد ليكون بحلم. لا ده علم يا دودو مش حلم. بس المهم دلوقتي نعرف هنعمل ايه عشان الحق اروح اجيب الواد توتو. توتو؟ توتو مين يا دونا؟ انت اتجننتي؟ جبنا ما يلخبط كيانك، انت عايزه تسيبني ولا تسيبني يا ولا؟ مش تسيبيه، بس اللي ممكن ترجعي دلوقتي هناك. ليه يا اخويا؟ ليه ما ارجعش اجيبه؟ يا بنت انت ناسي ان احنا سرقنا البضاعه دي من قلب الميه، وجوزك عارف ان احنا طفشنا بيها، وانت عارفه جوزك بقى دق وبتاع حلال وحرام، اكيد ولازما زمانه بلغ النقطه. يا لهوي، تفتكر؟ ما فيهاش افتكر، هو ده اللي حصل اكيد. ما هو لو ما كانش بلغ زمان اصحاب البضاعه قلبين الدنيا هناك، وهو لازم ان ابراهيم يكون دور علينا، وساعات اصحاب البضاعه يفهموا طوال ان احنا اللي خدناها. يا واعطين، طب وبعدين؟ ولا قبلين، اصبري على توتو دلوقتي لحد ما الولعه اللي في البلد تهدى شويه. بس الواد وحشني يا فرج، عايز اخده في حضني. احضني الكتاكيت دول وانت تنسي توتو وابو توتو. عندك حق يا ولا، دول ينسوا الواحد اسمه. بس وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفضل نلف بالفلوس كده؟ احنا هنخلينا هنا في السويس وبعيدة عن البلد واللي فيها، ومحدش هنا يعرفنا وقرشنا معانا، وهنعيش بهوات فوق الريح. انت نسيت يا مدهول ان المعلم السويسي قال ما شوفش وشكوا في السويس تاني. ما يقول زي ما هو عايز، هي كانت بلد ابوه. لا يا حدق، احنا مش عايزين نقول شكل للبيع، وده راجل قادر واحنا مش قده. احنا عايزين نروح حته محدش يعرفنا فيها، عشان لما نطلع قرشنا محدش يقول جابوه منين. يا سلام على مخك المكنه ده يا دنيا، كلامك صح. بس دلوقتي هنروح فين امال؟ تعرف انا نفسي في ايه يا فرج؟ نفسك في ايه قولي. نفسي اروح اسكندريه واشوف الكورنيش. وماله؟ بس قومي دلوقتي شوف لنا حته نبات فيها لحد ما النهار يطلع. عندك حق يا ولا، ما احنا لو بيتنا هنا في الهو ممكن نتقلب ولا نتسرق وانا اخويا يسرقوا عينيا ولا يسرقوا كوشي يا حبايبي. خلاص نشوف لوكاندا. هتضحى لوكاندا يا ولا، احنا اقل منها، احنا اغنيه قوي قوي، ونطلع شويه من الكتاكيت دول عشان نصرف منهم. نطلع، احنا يهمنا انا اصحاب راس مال جامد قوي. يا سلام، والله وهشوفك يا اسكندريه وهعيش فيك عيشه الاكل.